اهلا وسهلا اعضاء مادنس فيبر جروب ومادنس فيبر تشانل وحشتوني جدا النهارده رجعت لكم بريفيو جديد هنتكلم فيه مع بعض على الين 220 واط من سموك تعالوا نروح نتفرج عليها مع بعض ونشوف ادائها عامل ازاي لان الموت قويه جدا 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 زي ما انتم شايفين العلبه بتاعتها مرسوم عليها المود مكتوب سموك الين مود هنا دي الفيرجن اللي هو المود بس في الكيت اللي هي بيجي معاها التانك اللي هو البيبي تانك بتاع التي اف في هنا ابلكيشن للي حابب ينزل الابلكيشن بتاع سموك دي البيانات اللي انتوا شفتوها لما المود كانت بتلف احنا عملناها كده على اساس اللي يحب يتفرج عليها ممكن يبقى يوقف الفيديو الين مود السكريتش كود بتاعك ونفس الوضع من ورا ونفتح كده هنلاقي المود قدامنا زي ما انتم شايفين نشيلها على جنب ونشوف ايه باقي المحتويات دي كده كل حاجه موجوده في العلبه مفيش حاجة تانية طبعا عشان هنا مفيش تانك فمفيش الاكسسوارز بتاعه التانك ده الكواليتي كنترول باث بتاعها دول بتوع الرطوبة ده بيتكلم على السيفتي بتاعه البطارية لفتة حلوة من سموك عشان لو عندك البطارية مثلا الرابنج اللي عليها ده متقشر او شكله زي كده كل الكلام ده ما ينفعش هو البطارية لازم تكون فولي كفرد بالشكل ده دي لفتة منهم يعني وده الكتالوج شيك جدا عاملينه زي اللاذر ماتيريال كأنه جلد شايفين مكتوب تحت الين ميتين وعشرين مود والكتالوج بتاعك والوصف بتاع كل الزرار بيعمل ايه والحاجات اللي بتطلع على الشاشة المنيو اللي احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي هوريها لكم واشرح لكم كل الكلام ده طبعا كابل اليو اس بي عشان هي بتشحن باليو اس بي كابل وبتعمل ابديت برضو بالكيبل بس طبعا زي ما انتم عارفين انا ضد الشحن انترنولي تماما نيجي بقى للمود طبعا كلكم قريتوا وعرفتوا الفتره الاخيره ان الالين مشكلة من مشاكلها ال painting بتاعها سيء جدا انا ما كنتش حابب ابدأ بيه بس للاسف هو واضح مش محتاج ان انا اخد فرصة عشان اعرف ادري يعني هو باين already شايفين عايز اقول لكم ان ده حصل ازاي لان وارد انت تقول ان انت عملتها كده وقعت مني مش لازم ان هي تكون البيلد كواليتي بتاعها سيء لكن انا عايز اقول لكم ده وده وده اللي موجودين هنا على الشفه الحمراء دي اول ما استعملتها غير بقى اللي انا هوريه لكم وانا بتكلم اول ما استعملتها طلعتها وانا في العربيه بتفرج عليها حطيت بطارياتي فيها بجربها لقيت حضرتك حطيتها عند مكان الطفايه لتحت كده وما عنديش حاجه في المكان ده ممكن تخليها تخربشها او تضايقها او تيجي جنبها يعني فوصلت البيت بطلعها وبحطها عشان اصورها لكم واكتب عليها ان هي بقت موجوده عشان نعمل لها ريفيو مع بعض لقيت الحاجات اللي إنتوا شفتوها موجوده على الاطار الاحمر كل ده حاجات يعني دي كلها painting quality كل دي painting quality رداءة فيه ده اهو هو ده اللي انا اول ما شلتها من الطفايه ما دخلت اصورها لقيتها بالمنظر ده ما كانتش كملت بالظبط 3 دقايق ده الفينتنج هولز بتوع البطاريه هنا عندنا الناحيه دي وعندنا في الناحيه دي الظهر هنا عندنا سموك ده كربون فايبر سموك ميتين 220 مكتوبة برضو هنا تحت ده السنتر بان بتاعها سبرينج لودد في سوستة بينزل ويطلع ده الفاير باتن هو عبارة عن الزرار اللي هو ده كل ده هو الفاير باتن بحيث وانت ماسكها تقدر تدوس كده او لو ماسكها الناحية التانية تقدر وانت ماسكها تدوس كده ده بقى البطارية بتاعتها الباب بتاع البطارية في ناس كانت فاكرة ان ده الجاجلنج اللي بيحصل ده عيب فيها طلع ان هو مش عيب ولا حاجة ده هو لازم يكون كده عشان هوريكم دلوقتي لما نيجي نركب البطاريات تحت عندنا هم البلس والماينس لو انتوا شايفين ده البلس اهو عاملينه لكم من تحت وادي الماينس غير طبعا ان هم عاملينهم هنا في الكونكشن بتاع البطاريه ادي الماينس وادي البلس هنا عندنا ستيكر باس على اساس ان هي كنترول عشان يعني يأكد لك ان هما شافوا ده وان ده مش عيب دي الشاشه بتاعتها الشاشه بتاعتها اول ما بتفتحها بيبقى عليها زي ستيكر كده زي الموبايل ده ده البلس وده الماينس و ده بتاعها وده اليو اس بي بتاعها خليني اجيب بطاريات دلوقتي نحطها ونجربها مع بعض عشان نشرح الشاشة بتاعتها بطاريات وصلت نفتح ادي البلس يبقى ده الماينس كده لجوه وادي هنا يعني بقى عشان نقفل الحتة اللي بقولوك عليها بتاعت الجاجلينج دي ليه بتحصل عشان لازم انا ارفع دي كده فوق واشدها لبره وازقها تدخل لجوه وانس ان هي حصل كده خلاص مفيش جاجلنج ولا في وجلينج ولا في اي حاجة وثابتة في مكانها وزي الفل هنشغلها ازاي خمس مرات زي اي مود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتفتح معاك بكلمة سموك والفيرجن بتاعها وبعد كده الين هتظهر وبعد كده الشاشة بتاعتها الشاشه بتاعتها رائعه في ان هي جايبه كل حاجه انت ممكن تكون محتاجها في المود بتاعتك من معلومات انت محتاجها بمعنى ايه تعالوا نشوف الشاشه بتاعتها اقرب عندك هنا الوات بتاعك عندك هنا النورمال او الهارد او اللو دي اللي هي زي يعني قويه وضعيفه اللي هي المود بتاع الواتج يعني انت بتشرب ازاي هنا انديكيتور لكل بطاريه منفصل عن التاني هنا عندك الفولت اللي خارج من البطاريه للكويل بتاعك الاوم بتاعك الامبس اللي خارج هنا المود بتاعك هنا هي معموله على ميموري 15 هنا عندنا البي سي بي ده اللي هي قلناها قبل كده اللي هي درجه حراره البورد الداخليه اللحظيه يعني هو بيقيسها دلوقتي هي درجه حرارتها 28 هنا عندنا الباف ديوريشن بتاعتها هنا عندنا اللي هو الكاونتر بتاع الباثنج بتاعك كام باف اخدت هنا عندنا اللي هو الثواني بتاعت الباف ديوريشن بتاعتك قد ايه طبعا ما فيش كويل لما تيجي تدوس هتقولك نو no كويل تعالوا بقى نجيب تانك نحطه عليها ونتفرج على المنيوز بتاعتها عشان نعرف القرايات بتاعت الشاشة دي وتشوفوا شكل القرايات على الشاشة التانك وصل اول ما بتركب عليها الكويل او التانك بتاعك هتروح سألك ان ده كويل جديد نيو كويل هتقول لها يس نيو كويل هي قرت على طول الكويل ان هو 0.178 هي فيها 3 ديجيتس مش اتنين ولا واحد كده تيجي تفاير هتلاقي هنا الامبس اللي خارج سبعه وعشرين. سته وتلاتين هنا الفولت اربعه. ايه هنا عندنا قلنا المود ده التمبريتشر هنا البف كاونتر هنا الديوريشن بف تمام طيب بندخل على المنيوز بتاعتها ازاي تلات خ... دوسات على الفاير باتن واحد اتنين تلاته هنا عندك اول مود هنا البف هنا السيتنجز باور ونرجع تاني للمود عايز ندخل على المود بندوس دوسه طويله هنا عندنا المود على الميموري هنا عندنا السترينث بتاعها اذا كان نورمال ولا هارد وهنا الميموري احنا هنا عايزين نرجع بس نخليها على هنا عندنا الواتج بتاعتنا اللي احنا ممكن نغيرها ممكن نغير لحد خمستاشر تلتاشر اربعتاشر ستاشر ميموري سبعتاشر ميموري تسعتاشر ميموري عشرين ميموري يا جماعه فيها عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين وعشرين ميموري هنا على الواتج مود اهو اللي عايزين ندخل عليه دوسه طويله هنا نورمال ولا هارد الاختيار بتاعك بيبقى بدوسة الطويله هيرجعك لبره لان كده انت خلصت طيب ندخل هنا عند المود اهي عندنا الوات مود نورمال وفي التمبريتشر مود والميموري والوات هي ثلاثه مود لو دخلنا على التمبريتشر عندنا هنا السترينث بتاعنا 30 من هنا تثبيت الوات بتاعتك وهنا تختار الكويل اذا كان نيكل ولا تيتانيوم ولا ستانلس ستيل وهنا لو عايز تغير في في زي التي سي ار كده تغير انت المقاومة بتاعتك او تظبطها على قيمة معينة هنا عندنا البف لما ندخل عليها هنا الماكس نيفر 24/7 انا عاملها على نيفر عشان ما يعملش ريسيت للبف خليها شغالة انا استعملتها 247 بف اهي عملنا لها ريسيت كده هنا في settings بتاعتها ده داونلود لو انت هتعمل سوفت وير فبتوصلها على الداونلود هنا فريم Upgrade ابجريد بتقول له yes لو انت هتعمل Upgrade احنا مش هنعمل Upgrade عندنا هنا السكرين Timer عندنا سكرين لوك تقفل بعد قد ايه الكونتراست بتاعها قد ايه هنا الادجست اوم هنا فيها حاجه جديده انت ممكن تادجست الكويل بتاعك لو هو مثلا الكويل بتاعك 0.4 وانت واثق ان هو 0.4 وهي بتقراه لك 0.3 مثلا 6 مثلا وانت عايزه لا اربعه انا قفلت معايا اشربه على اربعه هنا انت ممكن تعدل في في الكويل بتاعك ادجست اوم وهنرجع تاني للداونلود هي ما غير اربعه اوبشنز او خمسه اوبشنز هنا خلونا تخرج no. بعد السيتنجز عندنا الباور اوف هتقفل خلاص لو دوسنا عليها هنا الباور اوف دوسه طويله هتلاقيها بتقول لك سموك والفيرجن بتاعها 1.21 الين وهتقفل خمس دوسات هتفتح واحد اتنين تلاته اربعه خمسه المنيوز بتاعتها سهله جدا ما فيهاش اي حاجه الاختيار بتاعك يا اما بالبلس والماينس يا اما انك انت بتدوس دوسه طويله عشان تختار المنيو اللي انت واقف عليها ان انت تدخل عليها يعني المود اهو بف ساتين انا عايز ادخل على السيتنجز دوسه طويله السكرين تايم انا عايز ادخل على السكرين تايم بدوس دوسه طويله هنا الستالث بتاعها مش عايز اون او اوف هنخليها اوف هنا السكرين تايم اوت ان انت تقفل بعد قد ايه الشاشه تطفي احنا هنختارها على ستين ثانية يعني دقيقة وبعد كده تطفي ده بالنسبة للمود يلا بينا نطلع نحط ليكويد في التانك الفاضي ده ونطلع نتكلم على الاداء بتاعها ونشوف البرفورمانس بتاعها مع بعض عامل ازاي يلا بينا ورجعت تاني بعد ما عملنا الانبوكسنج واتفرجنا على المود مع بعض وشفنا محتويات البوكس وبيجي فيها ايه وشفنا البيلد كواليتي السيء جدا السموك عملته معانا في البينتنج بتاع المود بتاعتها المره دي يعني بجد بوظتوا المود على قد المود ما كانت جميلة وعلى قد المود ما هي البرفورمانس بتاعها عاجبني انا شخصيا على قد ما هي بجد بوظتوا البيلد كواليتي بتاعها بالبينتنج بجد سيء هي دي كانت مشكلتها معايا الوحيدة غير كده انا مش شايف للمود اي عيوب تانية المود رائعة في البرفورمانس بتاعها تعالوا نشوف بقى البرفورمانس بتاعها وضربتها وقوة الشباية بتاعتها انا عملت مقارنة ما بينها وما بين الايستيك الميتين وكنت بضرب بدي على 80 واط والايستيك على 100 اولموست كده كان بالنسبه لي حاسس ان الاداء واحد فتخيل ان الايستيك على المية دي بتعادلها على 80 ففي فرق بيرفورمانس هنا لصالح السموك كان ضربتها حلوه جدا مفيش ديلي فيها خالص بتعمل اللي انت عايزه في نفس اللحظه اللي انت بتطلبه منها فيها الزرار اللي في الجنب على قد ما هو تقيل سنه في الاول بس بعد كده بتحسه بينعم معاك فبيبقى لذيذ جدا في الدوسه وفي المسكه والكليكي بتاعته ناعمه وسموثي باب البطاريه والجاجلنج اللي بيحصل فيه ده اللي زي ما شفته في الانبوكسنج دي يعني لما دخلت قريت ودورت لقيت ان هو لازم يبقى موجود كده عشان القفله بتاعته زي ما وريتكم في الانبوكسنج واحنا بنقفل الباب ده مش عيب فيه ان هو بيتلخلخ كده ده هو لازم يبقى كده المود رائعة في الباور اللي بيخرج منها بجد انا ما لقيتش مود تانك تاني اقدر اجربه عليها غير الليمتلس لان انا كنت عايز اختبر الباور بتاعها لما بنطلع مية مية وعشرة مية مية بتعمل ايه هل بيحصل فيه يعني خلل في الشباية لما بتضرب على الوط العالي ده ولا لا, لا لقيتها فعلا مظبوطة يعني انا دلوقتي شغال على مية واط خلوك اهو هجرب اطلع دلوقتي بيها من المية دي ونروح للمية وخمسين ونشوف ايه اللي هتعمله معانا كده هي على مية وخمسين اهي يلا دي قلة أدب يا جدعان بجد المداية دي قلة أدب يعني بجد أنا ما شفتش باور طالع من مداية بالمنظر ده في اللحظة اللي أنت بتطلبه منها بالمنظر ده هتمطر ورا بجد المداية ممتازة هي ادفانس يوزر طبعا اللي بيدور على حاجه تكون قويه وبرفورمانس قوي بس طبعا ما ينساش البينتنج هو اللي سيء فيها بنطلب من سموك ان هي تهتم بالحته دي كويس جدا لان بجد المدايه محترمه ماسكتها والحواف بتاعتها الانسيابيه اللي فيها كل حاجه في المدايه انا شايفها محترمه وضربتها زي ما انتم شفتوا مش هيختلف عليها اثنين كده انا خلصت ريفيو هو حاجه طبعا ان هي مديه بس لكن غير كده هي المدهية ممتازة جدا للي بيدور على بيرفورمانس وبطاريتين استهلاكها للبطاريات رائع جدا البطاريات بتقعد فيها وقت طويل جدا وملحوظ جدا عن أي موداية تانية بتاخد بطاريتين دي أنا حسيتها بصراحة أه وده برضو هيرجع للشباية اللي محطوطة جواها والسوفت وير اللي شغال عليه بجد البطاريه ممتازه يعني 150 وكنت بقالي شويه بقى شغال على المية يعني ال 150 دي يعني قول خدت عليها خمس ست بفات معاكم دلوقتي لكن انا كنت شغال 100 بقالي كتير البطاريات الليفل بتاعها منزلش نزلش يعني اولموست حاجه بسيطه جدا انا كنت شايلهم من على full charge فول تشارج ولسه البطاريات دي كانت جديده لسه جايبهم مع المود في نهايه دلوقتي هنتكلم على فقرة الأسئلة الناس اللي سألت على الإليان في الصورة اللي نزلناها للإليان في عندنا السؤال الأول جالي من أستاذ أحمد سامي كان بيقول يا مادنز ما ينفعش نعمل للمدة لوجو زي الوزن كده أنا جايب واحدة أول ما نزل بس ما لقيتش الحوار ده لا يا أستاذ أحمد مش هينفع يتعمل لها ده مش موجود على السوفتوير بتاعها في عندي أستاذ مارك بيقول زرار الباور كده احلى ولا لما يكون صغير بمعنى ان ممكن تدوس عليه ويشتغل وانت مش بتستخدم المود لا مش هيحصل ده لان هو تقيل شويه محتاج ان انت تدوس عليه باور يعني محتاج باور بس لو هي في جيبك ومحطوطه وانت جيت تقعد ممكن طبعا يدوس عليها بسهوله فطبعا احسن حاجه ان انت تلوك الباور بتاعك لو انت مش بتستخدم المود في اي حال من الاحوال <applause> في عندي استاذ احمد الهواري تحياتي السؤال بيقول الباور يكفي يوم ولا هتحتاج اشحن تاني واحسن تانك يركب عليها ويضاهي اي مود في السوق وتوقعاتك لانتشاره في مصر تحياتي الباور بتاعها يكفي ولا هتحتاج اشحن تاني هي عموما البطاريه هي المدية الميزه فيها ان هي دول باتري فانت بالنسبه لمود دول باتري لو هتشرب على واطج قليل أو واتج معتدل هي هتكمل معاك اليوم مرتاح يعني مش هتحتاج تشحن بيها تاني إلا مثلا لو هتشرب زي اللامتلس كده زي ما أنا آه كنت بشرب عليها وشفت آه بشرب على 150 فأكيد هي مش هتطول معايا يعني هتقعد بالكبير بتاعها تلات أربع ساعات وهتخلص فهحتاج أشحن تاني لكن لما جربتها على الماوث لانج كنت بشرب على الكيفن المقاومة بتاعتي كانت 1.6 آه قعدت معايا يومين وشويه يعني مش مش ما خلصتش كنت بشرب على 15 واط واوقات على تمنتاشر ونص بالنسبه لاحسن تانك يركب عليها زي ما قلت لك انا جربتها اهو حضرتك شفت عليها واللي هتعمل كده في اللاميتلس اكيد هتشغل اي حاجه تانية حتى لو كان الواط بتاعها قليل يضاهي اي مود في السوق يعني انا يعني هي زيها زي المودات اللي موجوده من سموك قبل كده اللي كانت البريف بس اختلاف الحجم زيها زي اي مود موجوده 200 واط لان مش هتشرب اكتر من كده بس هي ميزتها ان هي الباور بتاعها قوي ومحسوس وسريع ما بتتاخرش بتديك اللي انت عايزه على طول توقعاتك لانتشاره في مصر انا اعتقد ان هو هيقل انتشاره شويه او مش هيبقى منتشر بزياده بسبب البينتنج كواليتي بتاعته غير كده أه هو ده ممكن السبب اللي يخلي الا بقى لو نزل له جرابات او مثلا تعمل له ايس كينز او الحاجات اللي هي بتتلزق عليها او الكلام ده في الحاله دي ممكن ساعتها يبقى ليها انتشار معقول عندنا استاذ محمد تميم ايه مشاكله هي مشاكله بالنسبه لي بصراحه كانت البينتنج كواليتي غير كده ما مش مشاكل في عندي استاذ محمد ممدوح بيقول the different in what mode اللي هي السوفت والنورمال والهارد in flavor and cloud and battery usage طبعا هي مع السوفت الفكره كلها ان هي بتبدا معاك بواطج قليل وتعلى لو انت مثلا سي ظابطها على 30 هي هتبدا معاك على 25 لمده كام ثانيه وبعد كده تطلع معاك للي انت محتاجه للي هو انت ظابطه عليها لكن لو انت مثلا بنتكلم في ان انت على النورمال فهي هتديك ال 30 على طول وانس ان انت دوست هتديك ال 30 الهارد هتبدا اعلى من ال 30 بشويه وتنزل معاك لل 30 تاني غير كده اليوزج بتاع البطاريه انا قلت ان هي هتستخدم ب... يعني على وات معتدل هتقضيك وهتقعد معاك وقت طويل هتستخدم على تنكات بتفحت في البطارية فأكيد هت... هتبهدل البطارية مش هتقعدها وقت طويل بقيت ال... ال... بقية السؤال بيقول they mentioned new firmware update اللي هو 1.2.2 it should provide over 220 watt mine didn't go over 220 انا بالنسبة لي الابديت اللي انا شفته كان هو 220 مع اللي في حاجة اللي الفكرة كلها ان كان في عيب في السوفت وير انا ما تكلمتش عليه لان هم عالجوه اوريدي لما هينزل ريفيو ده هو اوريدي تعالج فاي حد هيشتري المود اكيد هيعمل لها ابديت هي الفكره كلها ان كان كل كام دوسه على الفاير باتن الفاير ما بيتفايرش يعني تيجي تعمل 1 2 تسحب و تيجي في مره تدوس تلاقيها ما بتعملش فاير لكن ده تعالج في السوفت وير اللي هو 1.2.2 كده انا خلصت فقره الاسئله واتمنى ان هي تكون مفيده بالنسبه لكم، وكل فيديو هيحصل بعد كده هنحط فقره في اخر الفيديو عن الاسئله للناس اللي سالت هنرد على اجاباتهم، شكرا لكم متابعتكم، اتمنى ان انتم تكونوا بتستفيدوا معانا، شكرا لكم متابعتكم للشانل تحياتي لكم مادنس مع السلامه.